بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي محبي وعشاق الكرة المصرية من مشاهدي استاد مصر وقناة أون سبورت، الفصل الأخير من الأسبوع الأول للدوري المصري ممتاز في نسخته الستين، ومش أي فصل ولا أي مباراة، الكل بينتظر الظهور الأول للشكل الجديد في الدوري المصري ممتاز. ثلاث فرق صعدوا من دوري القسم الثاني لممتاز، لكن الضيوف النهاردة بمثابات فريق جديد رابع من حيث الشكل، التركيبة، القيمة المالية وكمان الاسم. لكن نبدأ بأصحاب الأرض، أحد ممثلي قطاع البترول فريق نادي إنبي، واحد من الأندية أصحاب البطولات في دولابه بطولتين كاس مصر. مش بس كده، ده واحد من الفرق اللي دايما بتقدم لنا الكرة الهجومية الجميلة اللي بيحبها جمهور المصري. اللقاء الأخير من الأسبوع الأول للدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019، النسخة 60 للدوري المصري الممتاز. أسبوع بادي بداية يعني متوسطة، 13 هدف فقط. يعني الأسبوع الأول من الموسم الماضي كان فيه 20 هدف، ال 18 ما قدروش إن هم يسجلوا. في انتظار مقابلة إنبي أمام نادي بيراميدز، نادي إنبي على استاد بتروسبورت في ثوبه الجديد وأرضيته الجديدة أيضا، أرضية بقت ممتازة الملعب بتروسبورت. ونادي سموحه بيفوز على مصر المقصه، ايضا نادي المصري حقق هدف بفوزه على نادي الجونه. نشوف الهجمه دي الاول، وادي العرضيه على القائم القريب، ممكن اللمسه، اللمسه فين؟ اللمسه فين يا بسيوني؟ مدير فني لنادي امريكا المكسيكي ومنتخب المكسيكي عام 2006 صعود لكاس العالم. نشوف العرضيه دي الاول لصالح نادي انبي، ممكن الراسيه تعدي عند محمد بسيوني، ممكن بسيوني، لكن فين يا راجل؟ فين يا راجل؟ عاليه، حب يحطها في الزاويه البعيده، لكن تيجي بعيده، تيجي بعيدة تماما عن المرمى من محمد بسيوني، وتضيع فرصة ثالثة لصالح نادي إنبي، الأقل استحواذ، الأخطر على المرمى هو نادي إنبي. محمد أشرف رؤى بتقول للعيبة اهدوا اهدوا خلاص مش عايزين نكمل الهجمة، وبالفعل محمد عادل بعد مرور الدقيقة الوقت المحتسب بدل من ضايع بيطلق صافرة نهاية الشوط الأول، تعادل سلبي جديد ولكن في الشوط الأول، في انتظار الجديد في الشوط الثاني. عودة للاستوديو مع الكابتن سيف زاهر ونجوم تحليل أون سبورت، تحياتي مؤمن حسن. شكرا جزيلا للكابتن سيف زاهر ونجوم تحليل أون سبورت. 45 دقيقة بتفصلنا عن نهاية الأسبوع الأول للدوري المصري الممتاز في نسخته الستين، والظهور الأول لنادي بيراميدز بثوبه الجديد وبطموحاته اللي ما شفناش منها هجمات خطيرة في الشوط الأول، شفنا هجمات أخطر لصالح نادي إنبي، شفنا نسبة استحواذ لفريق بيراميدز 63% مقابل 37% لصالح نادي إنبي. عندنا في الأسبوع الأول خمس فرق ما قدرتش تسجل بنهاية الشوط الأول، وقبل بداية الشوط الثاني الخمسة لسه سبعة، لسه ما فيش فريق قلل لنا الرقم سبعة. بتروجيت، الزمالك، نجوم اف سي، طلائع الجيش، والجونة، وبينضم ليهم انبي صاحب الارض والضيوف بيراميدز، الا اذا كل مدير فني واللعيبة اللي موجودة تقدر تغير لنا، وكمان الاحتياطي الاوراق اللي اتكلموا عليهم نجومنا وقالوا سواء لنادي بيراميدز هيلجأ هل البرتو فالنتيم البرازيلي المدير الفني لصالح نادي بيراميدز اللي على يمين الشاشة. يعني صعدت بالفرق حتى السيمي فاينل من منتخب انجلترا، تتلعب الكرة الأمامية، السرعات السرعات، ولكن ممكن عبد الله بكري، كينو، مش ممكن، فوق العارضة، أخطر فرصة لبيراميدز وكانت ممكن تبقى فرصة الهدف الأول، مش ممكن، كينو، عبد الله بكري انتقل هنا جوه 18 لصالح نادي إنبي، أخذ الكرة ترجع لورا، الراجل بيحط فيها وش رجله ولكن فوق العارضة في المرمى الخالي. ادي محمد مجدي قفشة، ادي خطورته، ادي اللاعب اللي حافظ الدوري المصري، ولكن في الاخير بترجع كرة لكينو اللي بيسدد، ولكن تسديدة عالية، تسديدة عالية شكلها رايحة في المقص. رودريجينيو بيحاول يعدي لكن مقطوعة بدون فاول، محمود غالي مكمل، غالي انطلاقة، هجمة مرتدة، ممكن لو لعب التمريرة عرفة. مدي ايه؟ اعتقد مدي سيميوليشن على عرفة السيد، وهياخد انذار، كان ممكن يسدد، كان ممكن يركنها، كان ممكن يتصرف بشكل اكبر من كده. يعني هنا الاختيارات عند اللعيبة، القرار، القرار عند اللاعب، تفرق، تفرق في نتيجة اللقاء، تفرق في مجريات الفريق، تفرق في اختيارات المدير الفني ليه، تفرق في اختيارات الاندية اللي بتختاره، كل ده في قرارات اللاعب. محمود غالي يلعب العرضية، عرضية في منتهى الخطورة، رامي صبري لسه لسه، ولكن استبسال دفاعي
استبسال في اللقطة اللي فاتت. عبد الله بكري، عبد الله بكري نجم من نجوم نادي بيراميدز في هذا اللقاء، ولكن حماس بيزيد، حماس بيزيد والحلاوة أكتر وأكتر بتزيد مع مرور الدقائق. لكن عرف السيد فاول، ومحمود غالي مميز في الكور الثابتة، مميز بيعملها 10 على 10. وادي العرضية والرأس هي في القائم وبره، في القائم وبره. مش ممكن يا غالي، كنت فين من بدري، كنت فين من بدري. ركنية بأخطر فرصة الإنبي، وادي كرة عرضية تانية من كرة ثابتة ولكن في القائم وتطلع بره. محمود غالي بص عرضياته، بص عرضياته بيلعبها بالمقاس، ولكن الرأسية من اللاعب اعتقد نوح وائل اللي لسه نازل، هو نوح وائل اللي لسه نازل، كان عنده فرصة انه يسجل. يا سلام يا وائل، يا سلام يا نوح، كنت تبقى اساس اللقاء الجاي من غير كلام، كنت تبقى اساس اللقاء اللي جاي. تترد الكورة، محمود قعود ياخد كورته، قعود لعبد الرحمن عامر والتسديدة، لكن تترد مرة تانية، ترجع لعبد الرحمن يعلي الكورة، لكن يعليها قوي، يعليها قوي، سهلة سهلة على الدفاع. علي فوزي العرضية تترد لعبد الرحمن عامر، يلعبها الكرة متلخبطة في الأخير، مين يسدد؟ تشتيتة، تشتيتة ولخبطة في دفاع بيراميدز. 2-1 فريقين قدروا يفوزوا. عرف السيد يحط الكرة القعود ناحية اليمين في الانطلاقة جاية، لكن البينية حلوة، البينية حلوة، لكن التمهيد نوح وائل لعيب حلو. في نص الملعب توصل عند ريبا مار، محمد مجدي، يا سلام على التمريره يا مجدي، يا سلام على الاتقان، يا سلام على البينيه، يا سلام على الفينش، لكن ترجع الكره. وادي التسديده سهله، تسديده سهله، محمد مجدي قفشه لعيب اساسي المباراه اللي جايه، مش ممكن. هنا الاوراق اللي موجوده مع البيرتو فالنتين بتساعد. عرف السيد وعمر جاب لان لعبوا للزمالك من قبل. عرف السيد كوعه يعني مشهور. وادي انذار، انذار لعرف السيد، كان في انذار للاعب حمدي فتحي، وادي انذار لعرف السيد، لكن عمر جابر كان في اللقطه اللي فاتت. وادي اعتراض من عرف السيد، مش عارف، عرف السيد كان طالع بره الملعب بعد كده رجع مره تانية. يا سلام لو كل المدرجات كده مع الالتزام، يا سلام لو كل المدرجات كده. محمود قعود مكمل لكن مع احمد ايمن منصور، هل يلعب على الاخطاء الدفاعيه؟ توصل الكوره نوح وائل، نوح وائل وادي التسديده حلوه، حلوه، لعيب حلو موجوده في نهايه اللقاء، لكن لمسه يد على صلاح سليمان ورودريجينيو، عدى كده حته كره خماسيه، عدى من وسط اثنين، وادي الثالثه من بين رجل صلاح سليمان وياخد فاول. كور الثابته بعد تنفيذ الكره الثابته من محمد مجدي قفشه، هل يكون صاحب اول هدف لفريق بيراميدز في الدوري الممتاز هذا الموسم؟ محمد مجدي قفشه وحسام في المرمى، محمد مجدي قفشه حلوه، جول جول، قلت لكم ما يقعدش. محمد مجدي قفشه لعيب كبير، يتسحب منه الرقم 10 يلبس رقم 11، اللعيب الكبير كبير، ومحمد مجدي قفشه لعيب كبير بيسجل هدف في الوقت المحتسب بدل من ضائع، وبيعتذر، بيعتذر طبعا لفرقته وللكابتن خالد متولي، لكن بقميص بيراميدز محمد مجدي قفشه يبصم على هدف ال 14 في الاسبوع الاول. لكن ركنه معلم يا راجل، ركنه معلم يا راجل، حلوه 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 حلوه، ثبت عمرو حسام في الارض وحطها في المقص. الحائط البشري 5 ماشي، 6 ماشي، لكن قفشه هو اللي ماشي بيسجل الهدف الاول، وممكن يكون الهدف الوحيد في اللقاء. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، محمد مجدي قفشه حط كره حلوه، حط كرة حلو. هنا رد نادي انبي، محمود غالي عايز يعدي من وسط ثلاثة، لكن محمد عادل بيعلن نهاية اللقاء ونهاية الاسبوع الاول بثلاث نقاط لصالح فريق بيراميدز. 1-0 النتيجة تتكرر لتاني مرة، لكن محمد مجدي قفشة اعتقد رجل المباراة هو محمد مجدي قفشة، بلقطة أثر في أداء فريق بيراميدز في الشوط الثاني بعد ما نزل، وبلقطة وبلمسة قدر يحصل على أول ثلاث نقاط لفريق بيراميدز. أعزائي مشاهدي أون سبورت، شكرا لحسن المتابعة، عودة للاستوديو مع الكابتن سيف زاهر ونجوم تحليل أون سبورت.